إذا للحديث عن تداعيات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية على دول المنطقة لا سيما العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي. أستاذ مازن، مرحبا بكم. يعني إذا فاز بايدن في الانتخابات الأمريكية، لكن هنا ما هي ملامح السنوات الأربع المقبلة في المنطقة، خاصة إذا ما بدأنا بملف العلاقات الأمريكية الإيرانية بعدما صرح به روحاني حيث قال إن على الإدارة الجديدة انتهاز الفرصة لتعويض أخطاء الماضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. أهلا بك سيدي. أنا أعتقد فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لا يوجد هناك فرق حقيقة جوهري بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. نعم. فقط ربما سيحصل تعديل بالتكتيك وليس الاستراتيجي، لأنه أمريكا دائما شعارها أمريكا أولا ومصالح أمريكا تتقدم على كل شيء. أنا أعتقد فيما يتعلق التغيير اللي سيطرأ على سياسة بايدن في الشرق الأوسط، قبل أن أجي إلى موضوع العراق وإيران. نعم. فقط أنه أعتقد بايدن يقف يعني لديه القناعة أن يوقف الدعم لحرب اليمن. يعني هو أعلن أنه فيما في موضوع اليمن حسب موقفه من أيام الانتخابات أنه إذا فاز سوف يعتزم على أن وقف دعم بلاده للحرب في اليمن. هذا ربما اللي يختلف فيه عن إضافة إلى ما تفضلت بموضوع اتفاق المناخ، اتفاقية المناخ والبيئة وعودة أمريكا إلى منظمة الصحة العالمية. أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه إيران، أنا أعتقد فيما يتعلق إيران طبعا بالنسبة لها تعتبر بايدن قريب لها أكثر مما كان عليه ترامب، لأنه بايدن نعرف هو من صنع الاتفاق النووي مع إيران في مرحلة إدارة أوباما، وأيضا هناك علاقة كانت تكون حميمة بين بايدن وبين حكام طهران. لكنني يعني أعتقد أنه أيضا بنفس الوقت انه راح يستثمر بايدن فرصه ايضا هي له ان يستثمر مساله اعاده الاتفاق النووي، لكنه يستثمر ورقه الضغط اللي مارسها ترامب تجاه ايران، ويحاول ان يحصل على اكثر تنازلات ايضا حتى يطلع الاتفاق بالاتجاه اللي يرضي السياسه الامريكيه ومصالحها. طيب. وبنفس الوقت انه يسجل كريدت الى بايدن، لكن ايضا بنفس الوقت ايضا ايران لديها الاستعداد ان تقدم كثير من التنازلات الى بايدن على مقابل ان يطلق يدها في العراق وفي دول المنطقه، مثل ما حصل في عهد اوباما عندما وافقت ان تتنازل وتوقع على الاتفاق النووي اللي ابرم، كان مقابل ذلك هو اطلاق الارصده المجمده زائدا اطلاق يدها في العراق وفي سوريا. طيب استاذ مازن، على المستوى العراقي هل سيبقى العراق ساحه لحرب النفوذ بين واشنطن وطهران، أم تعتقد أن الأمور ربما ستمضي إلى التهدئة نوعا ما؟ فيما يتعلق الوضع في العراق، أنا أعتقد سيبقى على ما هو عليه، لأنه يعني هو حتى ترامب يعني ترامب عندما صارت حوادث استهدفت السفارة وجنود أمريكيين رد بقوة على 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 الميليشيات وقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ونفس الشيء ربما ترامب ايضا اذا تعرضوا الجنود الامريكيين ربما يقوم بنفس الفعل، لانه لا يستطيع ان يفعل العكس. لكن انا اعتقد انه سيبقى الوضع في العراق بشكل هادئ، وخصوصا ايران وطهران سوف تدفع باتجاه ان لا توتر الجو تجاه السفاره او القواعد الامريكيه، لكي تعطي فرصه الى بايدن ايضا حتى تكسب ود بايدن على انها سوف لن تتعرض الى السفاره او الى القواعد الامريكيه. لكنه ايضا يجب أن نفهم أنه الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، الأمريكان هم من صنع العملية السياسية، والأمريكان هم من يحمي العملية السياسية، والأمريكان حريصين على أن تبقى العملية السياسية مستمرة حتى لو كانت بهذا الفساد وبهذه الميليشيات، لأنهم لا يريدون للعراق أن يكون واحد استقرار وأمان، يريدون للعراق أن يبقى ورقة تستطيع أمريكا أن تساوم كل الأطراف الموجودة بالمنطقة تفرض وجودها على ساحة العراق، ولغرض أن تبتز دول المنطقة بالبرنامج التي تريد أن تنفذه في منطقة الشرق الأوسط. أمريكا وإيران سيبقى هناك تقاسم نفوذ وتبادل أدوار، ويبقى هناك أيضا احتكاك هنا وهناك، لكن بالمحصلة
تبقى امريكا وايران في العراق يتقاسمون الادوار ويتبادلون الادوار ويتقاسمون النفوذ حتى ولو ارادت. نعم امريكا لا تريد لها شريك في العراق ولا تريد لها حليف في العراق، تريد لها تبع في العراق، والميليشيات الطائفيه في العراق هم من جاءت بهم امريكا، فليس طيب في هذا الاطار تبع. استاذ مازن، نعم. في هذا الاطار هل تعتقد ان بايدن سيعيد مشروع تقسيم العراق الذي تبناه في عهد باراك اوباما؟ خاصة نحن نسمع الآن عن أصوات لأقاليم سنية البعض يتحدث عنها. تعتمد للظروف الموضوعية اللي راح تمر بها المرحلة، يعني تدري أنت المشروع بايدن اللي طرح في موضوع التقسيم يعني قبل أكثر من 10 سنين. بالضبط. وحتى من إجت إدارة أوباما ما استطاع أن ينفذ هذه الفكرة رغم أنه هو الرجل الثاني في الإدارة الأمريكية وقد حاول أن يطبق هذا المشروع لكنه لم ينجح. أنا أعتقد موضوع التقسيم في العراق غير قابل للقسمة، وسوف ستواجه يعني حتى الدول المطبلين للتقسيم من سنة السلطة ونسمي إذا جاز التعمير سنة الاحتلال وشيعة الاحتلال. نعم. أنا أعتقد هذا المشروع أيضا سيتريث بايدن لأنه يعرف أنه الظروف الموضوعية اللي في العراق لن يقبل للمشروع أن يرى النور، لكنه لكل ربما المفاجآت كثيرة وخصوصا المرحلة القادمة حبلى، وهناك كثير من يعني الأولوية في السياسة الأمريكية سيكون دعمها المطلق، سيبقى دعمها المطلق إلى إسرائيل، وستدفع بدول عربية أن تنهج نهج التطبيع اللي نهج في زمن ترامب سيكمله بايدن في المرحلة القادمة، لكن يبقى العراق في حالة عدم استقرار طالما العملية السياسية محمية أمريكيا وإيرانيا. طيب كيف سيتعامل مع الميليشيات في العراق أستاذ مازن؟ أنا أعتقد الميليشيات في العراق لن تقزم من قبل الإدارة الأمريكية ولم تحارب إلا إذا أرادت هذه الميليشيات أن تتعرض إلى مصالح الأمريكان، وأقصد بالمصالح هو الجنود الأمريكية، القواعد الأمريكية، السفارة الأمريكية، المصالح التجارية الأمريكية. بعكس هذا خلي الميليشيات تقتل كل الشعب العراقي، ستبقى أمريكا متفرجة، لا يهمها الدم العراقي لكن يهمها الدم الأمريكي ويهمها مصالحها. فإذا أرادت الميليشيات أن تقوم بفعل عسكري سيرد عليها بقوة وسيرد على الميليشيا التي قامت بهذا الفعل وليس على كل الميليشيات. أمريكا تعرف أنه كل الميليشيات في العراق هم يمارسون الإرهاب والقتل ويمارسون النهب، وهي تعرف جيدا حتى الجيش العراقي 90% هم ميليشيات ودمج ويخضعون إلى بالمطلق إلى إيران وإلى زعماء الميليشيات. فبالتالي نعم تبقى هذه الميليشيات لأنه أمريكا غير جادة على عملية إجهاض النفوذ الإيراني في العراق في الوقت الراهن. من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي، شكرا جزيلا لكم.